لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب. تنطلق مبادرة الجيل الجديد برعاية رئيس الجمهورية إلى آفاق جديدة من النجاحات في مواصلة ترسيخ الانتماء الوطني لدى شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة. أجيال طالعة في مصر جديدة بضحكة جميلة ترك القلب. محطة عدلي منصور التبادلية العملاقة هي نقطة البداية للملتقى السادس للمبادرة التي تنظمها وزارة الداخلية، حيث استقل الشباب القطار الكهربائي الخفيف والذي يعد أحد عناصر منظومة النقل النظيف في مصر باتجاه محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة. العاصمة الإدارية الجديدة كانت هي مقصد الملتقى السادس لمبادرة الجيل الجديد، ليرى الشباب حجم الإعجاز والإنجاز في هذا المكان الذي تحول في أقل من 7 سنوات من رمال إلى مدينة ذكية تتباهى بمنشآتها وطرازها المعماري وأحيائها المتنوعة. الجديد وشمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفينا النصر. بدأ الشباب جولتهم بالعاصمة الإدارية بزيارة مسجد الفتاح العليم، ويعد أولى الإنشاءات البنائية في العاصمة الإدارية. صدر الأمر بإنشاء مسجد الفتاح العليم يوم 6 يناير سنة 2017، وتم افتتاح المسجد يوم 6 يناير سنة 2019، خدنا كام؟ 2 سنين، وده معناه إن كانت كل الطاقات الممكنة وكل القدرات الممكنة اشتغلت وتكاتفت وتعاونت عشان تبرز لي هذا المظهر والمنجز الحضاري. أماكن جميلة جداً أول مرة في حياتي أشوفها، لو كنت أسمع عنها في التلفزيون، بس النهاردة أنا مبسوطة جداً إن أنا جيت شفتها. تضمنت الجولة زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح، والتي كان افتتاحها في ذات توقيت افتتاح مسجد الفتاح العليم. الدولة حريصة على ان هي بتثبت فكرة الوحدة الوطنية، اننا كلنا شعب واحد. دي فكرة مهمة جدا ان الدولة نفسها تكون اول مشروع ليها في مكان كان صحراء تماما ان هي تبني جامع وكنيسة. تعلمنا في المبادرة يعني التسامح، وان احنا كلنا واحد وبنعيش في وطن واحد، وتعلمنا في المحاضرات يعني ايه الوسطية ويعني ايه حرية الاعتقاد. انا فرحان ان انا جيت وزرت الكادرائية وزرت مسجد الفتاح العليم، وعرفونا في المبادرة ان الاثنين اتبنوا في وقت واحد، وده يأكد ان احنا هنا في مصر نسيج واحد. وتوجه الشباب الى مركز مصر الثقافي الاسلامي، حيث شاهدوا مسجد مصر والمصمم على الطراز المعماري الاسلامي الممزوج بروح الحداثة والعصر، ويعد ثالث المساجد مساحة بعد الحرمين الشريفين. كما يضم المركز دارا للقرآن الكريم نقش فيه القرآن كاملا في 30 إيوانا بسواعد وأياد مصرية وبدقة كبيرة. أجيال طالعة في مصر جديدة بتقول دايما تحيا مصر، لما تشوف أبطال حافي يحمو يتمنى. روعة من روعات العاصمة الإدارية إن احنا نشوف المصحف الشريف منحوطه على الجدران، وان احنا شفنا مصحف سيدنا عثمان بن عفان اول مصحف يعني، ودي كان حاجه عمري ما توقعتها، وان هو كان حلم بالنسبه لي ان انا اجي العاصمه. اجيال طالعة في مصر جديده بتقول دايما تحيا مصر. الجوله التي استمرت على مدار 5 أيام بالعاصمه الاداريه شملت مدينه الفنون والثقافه، والتي أنشئت لتكون منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي في مصر بمكوناتها الفريدة، أهمها قاعة الأوبرا، متحف عواصم مصر، ومكتبة العاصمة الإدارية. أجيال طالعة في مصر جديدة
مجموعة من الصروح العظيمة جدا من أجل مستقبل مصر ومستقبلكم أنتم شخصيا، عشان تتعرفوا على فنون بلدكم اللي مش بس بننقلها لكم، بننقلها عن طريقكم للعالم كله. لما تشوف أبطال حافين مجلس النواب أيقونة معمارية فريدة في العاصمة الإدارية، توجه إليه شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة لمعرفة كيف يمارس نواب الشعب دورهم الرقابي والتشريعي، واستمعوا إلى آليات عمله ومراحل بنائه. وقد حصل المجلس على أفضل مشروع إنشائي عربي عام 2021. بنرحب بشباب المبادرة في مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومهم جدا ان هم ييجوا يتعرفوا على المجهود اللي بيتعمل في العاصمة الإدارية والحي الحكومي. عرفنا النهارده ان مجلس النواب ليه سلطة تشريعية وسلطة رقابية، ودي معلومات كويسة احنا عرفناها النهارده. أجيال طالعة في مصر جديدة بضحكة جميلة ترك القلب. وعلى بعد أمتار قليلة من مجلس النواب كان المقر الجديد لمجلس الشيوخ، حيث تعرف شباب جيل جديد على آليات عمله في مراجعة القوانين المختلفة، وشاهدوا قاعة المجلس الرئيسية. فخورة جدا ان انا مشاركة في المبادرة دي، لانها بتعلمنا حاجات كتير، وكل مرة بستنى المبادرة هتفاجئنا بايه وهتعمل ايه حاجات جديدة. اتعلمت في مبادرة كلنا واحد جيل جديد ان السلطة التشريعية بتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. مجلس النواب هو اللي بيشرع القوانين، ومجلس الشيوخ هو اللي بيراجعها. ولما اروح اقول لاهلي لازم ينزلوا في الانتخابات علشان نختار اعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وحرصت مبادرة جيل جديد على اصطحاب الشباب الى مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي، واتيحت لهم الفرصة لزيارة القاعة المخصصة لعقد جلسات مجلس الوزراء. من خلال زيارة البراعم وزي ما شفنا النهاردة ومروا على مجلس الوزراء وشافوا الحي الحكومي كله في انتقال الحكومة من القاهرة للعاصمة الإدارية الجديدة، شافوا ازاي في تخطيط جديد بيحصل سواء على مستوى المباني وسواء أيضا على مستوى التحول الرقمي والربط ما بين الوزارات المختلفة. احنا تعلمنا في المبادرة حاجات كتير، منها مجلس الوزراء بيمثل السلطة التنفيذية في مصر. مجلس الوزراء بيجتمع هنا كل أسبوع علشان نخطط لنا مستقبلنا. لما تشوف أبطال حافين يحموا يبنوا اليوم الدين، وليك يا مصر يردوا الدين لأجل بلدنا ومع استمرار الأعمال الإنشائية في البرج الأيقوني، كانت فرصة للشباب لزيارة هذا المعلم المتميز والذي يقع بحي المال والأعمال، ويعد أكبر الأبراج في أفريقيا مجسداً إرادة المصريين في البناء والتنمية. أنا مبسوطة أوي أنا جيت العاصمة الإدارية هنا في برج الأيقوني، ما كنتش متخيلة ان هو يكون بالشكل ده وبالضخامة دي. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيخلينا نشوف الانجازات وتاريخ بلدنا. وتحت اطول ساري علم في العالم التقط شباب جيل جديد صورا تذكارية، حيث يعد هذا الساري جزء من ساحة الشعب والتي تعتبر من ابرز المعالم الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم النصب التذكاري الذي صمم بطابع فرعوني ومدون عليه أسماء شهداء مصر. مبسوطة جداً برضو إن إحنا بصينا على ساحة الشعب وعرفنا حاجات فيها أكتر، وبجد مناظر تحفة، بجد والله العظيم مناظر تحفة. أنا مبسوطة اللي هو إحنا بجد بلدنا حاجات زي كده، مبسوطة إن سيادة الرئيس فكر إنه يعمل لنا مبادرة زي كده. مبادرة غيرت في شخصيتنا كتير جداً، خليتنا طموحين وبنبص لأحسن حاجة دايماً. كما قام الشباب بجولة بالنهر الأخضر، وهو سلسلة من الحدائق الخضراء والبحيرات الصناعية، وأقيم كمتنفس طبيعي للعاصمة الإدارية. تحية لكل إيد مصرية إن هي قدرت تحول الصحراء دي للجمال ده كله، والحاجات الخضراء دي شكلها منظرها خلاب الجميل ده. وعلى هامش الملتقى السادس لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة، تم تنظيم ندوات ثقافية لهم بالحي الحكومي حول العاصمة الإدارية وأهميتها ومراحل إنشائها،
أنا اسمي صبر أحمد من حي معاً، وكنت عايز أعرف إزاي المنشآت دي كلها اللي في العاصمة الإدارية الجديدة اتبنت إزاي في 7 سنين. الإرادة، المعافرة، صح ولا مش صح؟ ده الوقت قصير، مش هننام. بدل ما وردية واحدة تشتغل 7 ساعات 12 ساعة، تشتغل 3 ورديات في اليوم. العمل شغال 24 ساعة. احنا بنشتغل في المبادرة، بنشتغل على بناء الفكر، كيف يمكن صياغة فكر مبدع، فكر للمستقبل، القدرة على استشراف المستقبل، هو ده اللي بيبني الأمم. فخورة جدا ان انا في مبادرة الجيل الجديد كلنا واحد، وحابة أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. وخلال لقائه بشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية عن مكافأة للطلبة المتفوقين. إحنا بنخصص ليكو 10 منح دراسية إن شاء الله السنة الجاية للمتفوقين في الثانوية العامة، إن هم ييجوا وانضموا لأسرة العاصمة ويتقدموا للجامعات هنا، واحنا متكفلين بكل سنوات الدراسة، بكل المصاريف، بكل ما يحتاجونه ومن كل حاجة. أهم رسالة طبعا نحن نوريهم جودة حياة المستقبل، جودة الحياة هي ده الفرق، يعني هو ده اللي احنا نوريهم النهاردة، الشكل الجديد للجمهورية الجديدة، نوريهم مصر هتبقى عاملة ازاي في المستقبل، ان هو ده مستقبلهم، احنا متجهز ليهم، هم اللي هيكملوا، هم اللي هيستفيدوا بالحاجات دي كلها، هم اللي هيشوفوا المستقبل عامل ازاي. اختتم الملتقى فعالياته بحفلة ترفيهية سادها أجواء من البهجة والفرحة، كما أقيمت مسابقات رياضية بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، شهدت تنافساً بين شباب المناطق الحضارية وإبراز مهاراتهم الرياضية بحضور عدد من الرياضيين. استمتع خلالها الشباب بالأجواء التنافسية المتميزة. هنشوف الضربة الحرة اتلعبت، ودي تسديدة وجول جول جول. اللي عجبني في المبادرة دي إنها بتهتم بالإنسان، وبتهتم بالشباب، وبتهتم بأبناء المدن الحضرية. شوفنا شباب كويس جدا، مبشر جدا بالخير، يعني حسيت إن ناس اتحط عليها سبوت ما كانتش موجودة في الصورة، وده الشيء المهم جدا. بتاخد بالك من أولاد صغيرين، اللي انت بتدعم أولاد صغيرين، واللي انت بتقف جنبهم وتعلمهم وتلعبهم رياضة، دي حاجة محترمة جدا. شفت لعيبة مميزة جدا النهاردة في اللقاء ده، يعني إن شاء الله بإذن الله عندهم مستقبل كويس جدا. الفترة اللي جاية إن شاء الله نلاقي نجم واثنين وثلاثة يمثلوا مصر في المنتخبات الوطنية ويحترفوا في الدول الأوروبية، يبقى نماذج مشرفة زي محمد صلاح وتريزيجيه. إحنا مبسوطين قوي باليوم الرياضي اللي عملوه لنا. النهاردة كان أسعد يوم، يعني تحيينا بعض ولعبنا مع بعض، كان يوم جميل وكله حماسي. قابلنا لعيبه كوره كنا نفسنا نشوفهم، كنا بنشوفهم في التلفزيون بس، اتصورنا معاهم ولعبوا معانا، وكان يوم يعني كلنا فرحانين ومروحين مبسوطين. شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال الاحتفاليه تم توزيع حقائب مدرسيه على شباب وطلائع المناطق الحضريه الجديده بمناسبه قرب حلول العام الدراسي الجديد. لما تقول هعدي يبقى مش ممكن تهدي، مصر حلفت مش هترجع إلا لما الفجر يطلع، النهار للدنيا يلمع، مصر مش ممكن هتركع غير لرب العالمين، والجوامع والكنائس مفتوحين، اسألوا التاريخ وشوفوا غير الجند مين، مصر صحية كل حين، صدرت علم وحضارة عبر آلاف السنين، عشت يا أم الدنيا دايماً أزهارك فوق النجوم.